أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له لحادث مروع. أكدت الخارجية المصرية أن مصر تتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق، وندعو الله أن يكتب السلام للرئيس الإيراني ومرافقيه. Thank you.